السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. اليوم موضوعنا اسرار لازم تعرفها قبل الزواج، لا تتزوج قبل ان تعرف هذه الاسرار. راح نتكلم عن مواضيع مهمه واسرار نفسيه لازم تعرفها قبل الزواج. قبل ما نبدا بالموضوع، الزواج هو موضوع رباني، ديني، اجتماعي، روحي ونفسي بالدرجه الاولى. لكل واحدة من هذه المواضيع تفاصيل كثيرة، لو أردنا الإبحار بها والتكلم عنها راح تأخذ ساعات طويلة جدا. لذلك راح أختصر الموضوع بأسرار بسيطة، بأسئلة بسيطة تساعدك على أن تعرف خطوات عملية تسويها قبل الزواج. لو سألتك الآن، كم بالمئة نفسيا أنت مستعد للزواج؟ كم مشكلة نفسية ممكن أن تعيقك عن الزواج؟ كم مشكلة نفسية لو تزوجت بدون ما تأمل على حلها راح تسبب دمار بالعلاقة الزوجية؟ هذه الأسئلة ممكن أن يسمعها أحد ويقول لا أنا أبداً ما عندي مشاكل نفسية وأنا مستعد للزواج وأنا توب وأمور جيدة. لكن أنا أحب أقول لك راجع نفسك زين، هذه الأمور أبداً ما لازم تهملها، ونصحك بمراجعة مستشار نفسي تسولف له كل مشاكلك النفسية سواء كانت أمراض أو عقد أو مشاكل بسيطة، حتى ينطيك خطة تطبيقية عملية لحل هذه المشاكل. وخصوصاً إذا كنت بمرحلة خطوبة لازم توعي الشريك نفسياً، تستخدم التثقيف النفسي حتى يكون توازن بالعلاقة بينك وبين الشريك. الفقرة الثانية اللي لازم تعرفها، أهم فقرة، أغلب اللي يمرون بمرحلة خطوبة يسوون هذا الخطأ، وهذا الخطأ عادة ما يكون هو سبب وصول علاقتهم للطلاق. لذلك هذا الموضوع مهم وأتمنى تركيزك. دائما أغلب اللي يمرون بمرحلة خطوبة يغذون علاقتهم بالذهاب للمول والهدايا والزيارات اللي ما يتكلمون عن أشياء مفيدة بها. لا تستغل فترة الخطوبة قبل الزواج بالمشتريات والهدايا. هذه الفقرة هي أهم فقرة لازم تتعرف بها على الشريك، على سلوكياته، على أهدافه، على طموحاته، على كل الأشياء اللي تخصه. لازم يكون هناك توافق فكري بينك وبين الشريك، تستغل فترة الخطوبة بالتعرف على الشريك وليس بالمشتريات. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأخيرة، أنت الآن مقبل على زواج، لما تتزوج أكيد راح يصير عندك طفل. تعال أسألك هذا السؤال، شنو هي أساليب التربية اللي تعرفها؟ أنا ما لي دخل أبداً بأساليب التربية المتوارثة اللي تعلمناها من أهلنا، أنه صوم وصلي ولا تأكل حرام. أكيد هذه أشياء ثوابت، لكن أنا أقول لك أساسيات تربية. فلازم تعرف كل شيء يحدث لطفلك بفترة طفولته أو فترة مراهقته أنت مسؤول عنه كأب، وكل شيء يحدث لطفلك أنت مسؤولة عنه كأم. هذا الموضوع لازم أنصحكم طبعاً بقراءة كتاب تأسيس عقلية الطفل. هذا الكتاب راح يعطيكم إلمام كامل عن كيف يتم تربية الطفل من بداية حياته لغاية انتهاء فترة المراهقة. وهذه النصائح لو طبقتها بحياتك، ممكن شخص يشوفها نصائح عادية، لكن صدقني لو طبقتها وعملت على حلها راح تعيش أحلى حياة زوجية ممكن أن يعيشها الإنسان ويشارك. ذكرنا أسرار مهمة عن الزواج، أتمنى أن تطبقوها بحياتكم وتأخذون هذه المعلومات بجدية أكبر. وشكرا لمشاهدتكم، نرجع لآيات.